نرحب بضيفنا دكتور عمر الروابحي، مدير دراسات المغرب العربي في مركز ريباد. دكتور عمر، أهلا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. إذن يعني سنة 2022 لم تكن سنة عادية لكل الدول العربية، سنة مفصلية في تونس مثلا، سنة كانت لإثبات خيارات ومقاربات في الجزائر، سنة لم تقطع مع 2021 ولكنها أيضا طرحت أسئلة في الملف الليبي. في المغرب هناك أسئلة كبيرة جدا، موريتانيا حاضر صامت على كل جملة يعني أحداث، جملة تطور شهد هذه المنطقة. وكما ذكرت في المقدمة سنعود للسؤال المركزي، ماذا تبقى من حلم الوحدة المغرب العربي الكبير؟ البداية من ليبيا دكتور عمر. ليبيا يعني شهدت مراحل يعني مختلفة، وأيضا مراحل شكلت كل مرحلة انعطاف، ولكن بقي الثابت الوحيد تقريبا في 2022 هو دبيبة. دبيبة حالة استقرار، نستطيع أن نقول حكومة واحدة وطنية، لكن أيضا حكومة أمر واقع بدعم دولي. نعم، الملف الليبي في الحقيقة يقودني دائما إلى ما كتبه قبل عقود من الزمن العالم الجغرافي السياسي جمال حمدان، عندما تحدث عن الجغرافيا السياسية للجماهيرية الليبية، يتحدث دائما عن انفصام نكد موجود في ليبيا دائما بين الشرق والغرب. يعني دائما عندما نعود إلى النظريات الجغرافيا السياسية نفهم كثيرا ما يحدث الآن في عالمنا المعاصر. طبعا الانقسام بين الشرق والغرب في ليبيا هو انقسام قديم جدا، يعني يعود إلى أسباب كثيرة قبلية وغيرها، يوظفها هذه الانقسامات الاستعمار تارة وتوظفها الهشاشة السياسية الموجودة داخل ليبيا. فيعني مع الأسف يعني بعد ما حدث الشرق والانفصام في ليبيا، كل المحاولات منذ تقريبا 3 سنوات باءت بالفشل. لكن هناك متغير إيجابي، يعني رغم كل المشهد القاتم في ليبيا، وهو أن التدخلات التركية في ليبيا وفي غيرها في الحقيقة يعني دائما تعتبر عامل استقرار للمناطق التي تدخل فيها، يعني على الأقل نقصت الاشتباكات المسلحة والعمليات العسكرية، يعني في هدنة إن صح القول طويلة المدى. حتى أنا عندما كتبت مقال حول ليبيا والمشاكل الأمنية الموجودة هناك، قلت أنه المراصد وعلى رأسها معهد ستوكهولم للدراسات الأمنية يجدون صعوبة في معرفة مصادر التسلح في ليبيا. ليس معهد ستوكهولم فقط، الجميع. الجميع، نعم. لماذا؟ لأنه طبعا هذا شيء إيجابي، ولكنه في نفس الوقت خطير. ينذر بخطر شديد جدا، لأنه جميع الأطراف في ليبيا الآن تلجأ إلى تخزين السلاح. وعلى ذكر السلاح، طرابلس في أكثر من مرة حاول فتح بشاغة، وهو رئيس الحكومة عينه البرلمان، حاول أن يدخل إلى طرابلس، ولكن بقيت دائما طرابلس عصية على خليفة حفتر في مناسبة وفي عديد المناسبات، لكن في 2019 و2020 حاول أكثر مرة خليفة حفتر، عصية أيضا على فتح بشاغة في مناسبتين. صحيح، لأن طرابلس هي خط أحمر جزائري وتركي خصوصا، يعني هاتين الدولتين يعني ترفضان وتعملان بشكل قوي جدا على الحفاظ على طرابلس يعني كعاصمة تمثل الغرب الليبي، ريثما يعني ينتعش مسار إعادة توحيد الليبي. لم يستطع فتح بشاغة رغم كل ما حاول، رغم كل ما يعني التشبيك الذي قام به، لم يستطع أن يدخل طرابلس. صحيح صحيح صحيح، كما قلت يعني هذا الخط الأحمر، يعني نعم، هو في خط أحمر جزائري وتركي، وفي طبعا في شرعية معينة أممية، هذه تأتي في يعني كمسار ثاني، يعني كمسار ثاني، مسار ثاني. في ليبيا تم تعيين مبعوث أممي جديد، نعم، ولكن لا جديد معه، تقريبا هو أصبح يكرر كل ما قيل في ليبيا منذ الصخيرات. نعم طبعا، المبعوثين كلهم يعني الذين تداولوا على ليبيا يعني يجدون صعوبة كبيرة في يعني في حلحلة الملف، بسبب عدم توافق القوى الفاعلة المتدخلة في الملف الليبي. طبعا لا يفوتني هنا أن أذكر أنه هذا المبعوث الجديد السنغالي هو جاء بضغط روسي، يعني هناك تداعيات حتى للحرب الروسية على أوكرانيا، في رفض تسمية المبعوث القديم إن صح القول ستيفاني، وتسمية هذا المبعوث الجديد. طبعا الوضع صعب جدا، ينبغي أن يكون هناك توافق للقوى الفاعلة حتى تحدث حلحلة الأزمة الليبية. وأنت تتحدث عن القوى الفاعلة حتى تتم حلحلة في الملف الليبي، ولكن المتابع للملف الليبي يشاهد بأنها يعني أزمة، وهناك إدارة للأزمة،
وهناك محاولة لاستدامة هذه الأزمة من بعض الأطراف، ولكن كل الحلول موجودة واضحة المعالم ولكنها كلها مؤجلة، أزمة دائمة حلول مؤجلة. طبعا يعني في تجارب الدول التي تحدث فيها انقسامات بما يشبه الانقسام الليبي صعب جدا إعادة لم الشمل صراحة، يعني إلا أن تكون فاتورة الانقسام فاتورة مؤلمة للجميع، وتكون يعني تكون القوى الدولية الفاعلة في ليبيا منشغلة بملفات أخرى، فهذا ربما سيتيح مجال لحل سياسي في ليبيا. فمسألة إعادة التوحيد ما تم انفصاله صعب جدا صراحة. طب أفق الحل السياسي في ليبيا في 2023؟ الأفق هي الانتخابات. الانتخابات ينبغي، كيف يمكن الوصول إليه؟ ينبغي التوافق على يعني ينبغي إزالة التحفظات الموجودة من هذا الطرف وذاك على نظام واضح للانتخابات، بما في ذلك قضية العسكريين ودخولهم العمل السياسي، بما في ذلك قضية مزدوجي الجنسية التي تحرص طبرق على أن يكونوا جزء من العملية السياسية القادمة. إذا حدثت التوافقات وربما يعني الانشغال العالم الآن و بالحرب الكونية في إن صح القول في أوكرانيا، هذا سيعطي فرصة أيضا. ربما أيضا التوافقات الموجودة الآن بين تركيا والإمارات والسعودية وحتى مصر ستؤدي إلى حل حالة المشكلة. هذا برسم الأيام القادمة وفي رسم سنة 2023.